نيجي بعد كده للخانة الرابعة البايكارب، ده بقى اللي فيه اسئلة كتير وده اللي احنا عايزين نوضحه. هو المفروض يبقى زيرو، المفروض يبقى بلاس واحد، بلاس اتنين، بلاس تلاتة. بداية البايكارب هنلاقي ان الرينج او المدى بتاعه بيتغير من سالب 8 لموجب 8. المفروض القيمة دي تبقى كام؟ في الفيديو اللي فات قلنا ان جرعة البايكربونات اللي بياخدها مريض الغسيل بتكون 35 ملي مول بير لتر. 32 ملي مول جايين من العبوة بي اللي هو البايكربونات كونسنتريت، سواء كان كارتريج كبسولة او سواء كان باودر مذاب في الار او ووتر. نسبة البايكارب فيه بتكون 32 ملي مول، والعبوة العبوة ايه الاسيد كونسنتريت بيبقى فيها الاسيتات بتركيز 3 ملي، والاسيتات الجسم بيمتصه ويحوله داخليا الى بايكارب، فانا بحسبهم كمان معايا في الجرعة الاجمالية بتاعة البايكارب، بضيف التلاتة دول كمان، فبقول العبوة بي بتساهم ب 32 والعبوة ايه بتساهم ب 3، يبقى التوتال بفر ادمنستريشن او الجرعة الاجمالية من البايكارب اللي خدها المريض 35 ملي مول بير لتر. ده امتى؟ ده لما بيكون البايكارب قيمته صفر، قيمته زيرو. طيب هل ده كافي للمريض؟ الافضل ان انا اعمل تحليل للمريض واشوف قيمة البايكربونات في الدم عنده كام قبل الجلسة، قبل جلسة الغسيل. احنا عارفين ان القيمة الطبيعية في الانسان الطبيعي بتتراوح من 24 ملي مول بير لتر ل 28 ملي مول بير لتر. مريض غسيل الكلى القيمة عنده بتكون في حدود من 17 ل 20. طيب انا لو خليت قيمة البايكارب صفر هيوصله 35. لما نيجي في فلتر غسيل الدم بتنتقل الاملاح بخاصية الديفيوجن اللي هو الكونسنتريشن جراديانت، ان الاملاح بتنتقل من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. الجانب بتاع الدم للمريض فيه مثلا 17 ملي مول، تركيز البايكارب 17، والجانب بتاع الدياليزيت فيه تركيز البايكارب 35. هتبدأ الاملاح تنتقل من جانب البايكارب، ينتقل من جانب الدياليزيت للدم لحد ما يوصل عند نقطة التعادل اللي هو بيتساوي وفيها تركيز البايكارب في الناحيتين. نقطة التعادل في الحالة دي هتكون عند تركيز 26 ملي مول بير لتر. احنا افترضنا ان المريض داخل بتركيز بايكارب في دمه 17، وده طبعا وضع يعني اسيد او وضع حمضي، فاثناء جلسة الغسيل وبخاصية الديفيوشن وصل لكام؟ ل 26. لو الطبيب المعالج شايف ان القيمة دي كده مناسبة وكويسة خلاص يخلي قيمة البايكارب على الجهاز زيرو. طب لو المريض داخل والحموضة عنده شديدة جدا اقل من 17، ساعتها ال 35 ملي مول اللي الجهاز بيديهم له مش هيكونوا كافيين ان هم يصححوا وضع البي اتش للمريض، فهنبدا نضيف قيمه في البايكارب. هنضيف هنقول مثلا موجب واحد او موجب اتنين او موجب تلاتة. القيمة دي اللي هيحددها الطبيب برضو. ليه؟ هو هيحسبها المريض كان داخل بقيمة كذا، انا عاوز اخرجه بقيمة كذا، والجهاز بيديني 35 لو البايكارب زيرو. هشوف بقى انا لو عاوز اوصله لقيمة كذا هضيف قد ايه في البايكارب. الاول انا لما بخلي قيمة البايكارب موجب واحد او موجب اتنين او موجب تلاتة ده معنى ايه؟ لو افترضنا ان انا خليت قيمة البايكارب بلس تلاتة او موجب تلاتة، يعني انا بطلب من الجهاز انه يسحب من المكون بي اللي هو البايكربونات كونسنتريت 3 ملي مول زيادة على ال 32 اللي هو بيديهم لي، فالجهاز هيبدأ يشغل البايكربونات بامب بمعدل وحجم سحبة ازيد شوية علشان يوفي لي التلاتة الزيادة دول. يبقى انا عشان اقدر احدد الكمية بالظبط المفروض اعرف المريض ده داخل بحموضة قد ايه او بتركيز بايكارب قد ايه في دمه علشان اعرف الجرعة اللي حضفها له قد ايه. فالمفروض وقلنا ان تحليل الاي جيز بيبين نسبة البايكربونات في الدم اللي هو تحليل صورة غازات الدم. طيب انا لو خليت البايكارب بلس 3 مثلا، هنا الجهاز بيعمل ايه؟ احنا هنلاقي الاول وحدة القياس جنبها برضو ملي مول بير لتر، يعني انا بطلب من الجهاز يضيف لي 3 ملي مول زيادة على جرعة البايكارب اللي بتطلع منه. فلو هو بيخرج لي 35 اللي قلنا عليهم 32 و 3، بقول للجهاز اعمل لي عليهم بلس 3، ضيف لي عليهم كمان 3 ملي مول علشان تبقى الجرعة 38 ملي مول بير لتر. طيب الجهاز هنا بيعملها ازاي؟ الجهاز الحقيقة بيشتغل على المضختين بتوع سحب الاملاح، وده كان سبب في ان انا مهدت للحديث عن مضخات سحب الاملاح وقلت ان كل مضخة ليها معدل سحب وليها حجم من السحبة او الشفطة من الاملاح. فانا لما بطلب من الجهاز يزود 3 ملي مول هو هيزبط معدل السحب بتاعه وحجم السحبة بحيث يخرج لي قيمة الجرعة زائد 3 اللي هيخرجها لي 38 ملي مول. بيعملها ازاي؟ انه بيشتغل على مضخة سحب الاملاح اللي هي البايكربونات بامب، بيخليها تضيف
3 ملي مول، وبيعمل تأثير عكسي على مضخة سحب الأملاح الكونسنتريت بامب يخليها تنقص 3 ملي مول. ليه بيعمل الحركة دي؟ بيعمل تأثير عكسي على المضختين، لأن احنا قلنا ان الصوديوم موجود في العبوتين، فانا لما هاخد 3 ملي مول زيادة من الصوديوم، احنا قلنا البيس صوديوم كان 140، انا كمان طلبت من الجهاز ياخد لي 3 زيادة، فهياخد 3 زيادة بايكارب و3 زيادة صوديوم، فهيخلي الصوديوم 143، فهزود الصوديوم على المريض، هخليه يعطش، هخلي ضغطه يعلى، فانا لازم اعمل تأثير عكسي على العبوة ايه اللي فيها صوديوم برضو بناقص 3، بحيث يقلل سحب الصوديوم ب3 من العبوة ايه، فيبقى اجمالي الصوديوم البيس صوديوم زي ما هو 140، واللي يبقى اتغير عندي هو البيكربونات، انا زودته بمقدار 3. طب ليه؟ بيبقى الدكتور او الطبيب المعالج شايف ان المريض ده جاي بحالة سيفير اسيدوزيس، نسبة البيكرب عنده اقل من 17 كتير، فانا ال 35 اللي خارجين من الجهاز عند قيمة بيكرب صفر مش كافيين، فالدكتور بيطلب ان هو يضيف كمان 3 ملي مول، يضيف كمان 4 ملي مول. الحقيقة الكلام ده بيبقى شائع ومنتشر في حالات الطوارئ اللي هو اول مرة في الغسيل، يعني في بعض الاطباء بيخلي القيمة دي بتوصل بلس 8 اللي هو اعلى قيمة خالص. ليه؟ بيبقى لاقي المريض سيفير اسيدوزيس محتاج دوز من البيكرب او جرعة بيكرب كبيرة. فالفيصل هنا في الموضوع ده هو تحليل البيكرب بالنسبة للمريض، تحليل البيكرب في الدم عنده قيمته قد ايه. لو هو الراجل طبيعي في المعدلات الطبيعية اللي هي من 17 ل 20، المعدلات الطبيعية بالنسبة للمرضى 17 ل 20، يبقى في الحالة دي ممكن نخلي قيمة البيكرب زيرو، لان انا لما الجهاز هيديله ال 35 ملي مول عن طريق الديفيوجن هيبقى الدم فيه 26 ملي مول، ودي الحدود الطبيعية عند الانسان الطبيعي، قلنا من 24 ل 28 هو بقى 26. في بعض الاراء التانية للاطباء بتقول لا، المريض في الفترة اللي هي اللي بيقولوا عليها الانتر دايليتيك بيريود بتحصل له سيمتومز، اللي هي الفترات ما بين الجلسات اللي هم ال 48 ساعة الريست اللي بياخدهم المريض ما بين كل جلسة وجلسة، بتبدأ اعراض الحموضة تزيد عليه في الفترة دي، فالطبيب بيشوف ان انا ازود له جرعة البيكرب في جلسة الغسيل بحيث يفضل البي اتش عنده مظبوط اطول فترة ممكنة في خلال ال 48 ساعة دول لحد ما يجيلي في جلسة الغسيل التالية. فده رأي وده رأي، المهم ان احنا نعرف المفروض القيمة دي بنظبطها على اساس تحليل البيكرب عند المريض. مش عارف انا وضحتها بشكل كافي ولا لا، لكن لو الناس عايزة استفادة اكتر ممكن تكتب لي في التعليقات نوضحها اكتر او يسألوا وان شاء الله اجاوبكم فيه. برضو من النقط المهمة جدا واللي بعض الاطباء بيرفضوا انه يحط قيمة اكتر من الزيرو للبيكرب، وهي احنا قلنا ان ال 3 ملي مول اسيتيت اللي موجودين في العبوة ايه الجسم بيمتصهم ويحولهم عن طريق الكبد وخلايا العضلات داخليا بيحولهم لبيكرب، فانا لما ازود قيمة البيكرب على الجهاز اخليها بلس 3 او بلس 4، الجسم بياخد البيكرب لحد ما بيكتفي، ولما يكتفي هو ما يعملش مش هيعمل تحفيز لخلايا الكبد والعضلات انها تحول الاسيتيت لبيكرب، لانه خد الجرعة اللي هو محتاجها وخلاص، هو مش عاوز. هو امتى بيحفز الكبد وبيحفز خلايا العضلات انها تحول الاسيتيت لبيكرب؟ لما بيبقى لسه محتاج من البيكربونات، لسه محتاج كمان بيكربونات زيادة على الجرعة اللي خدها، وبالتالي انا لما بدخل له القيمة كبيرة من بره والجسم بيكتفي، هو نفسه بيوقف خلايا الكبد والعضلات انها تحول الاسيتيت لبيكربونات، وبيعمل لها نوع من التثبيط. فالاطباء بيشوفوا لا، انا عاوز الخلايا دي تفضل تشتغل معايا، عاوز ال 3 ملي مول الاسيتيت اللي اتاخده اثناء جلسه الغسيل الكبد والعضلات يحولوهم يتعمل لهم ميتابوليزم ويحولوهم لبيكربونات، فانا مش عاوز ازود القيمه عشان دول كمان يشتغلوا معايا. فده برضو وجهه نظر ثانيه، وان شاء الله نكمل الكلام عن الكوندكتيفيتي في فيديو قادم ان شاء الله، لان لسه الكلام عنها يطول. فالناس لو شايفه ان في نقطه من النقط اللي اتكلمنا عنها محتاجه تفصيل زياده، محتاجه شرح زياده، يا ريت تكتب لي في التعليقات بحيث نضيفها معانا في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وانفع بنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.